دكتور أحمد، يعني كيف ترون الوضع في فلسطين الآن وكيف تقيمونه، خاصة وأنه الكيان الصهيوني المحتل يعني دائم الاستمرار في ضرب المستشفيات وفي المراكز الإغاثية حتى اللي موجودة في الداخل الفلسطيني، ناهينا حتى عن ضرب المدارس وبعض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، كيف تقيمون هذه الأوضاع؟ والله استاذ يوسف، يعني طبعا الوضع الانساني في قطاع غزه والوضع الصحي ماساوي وكارثي بكلمه تعنيه الكلمه، تخطى حدود المنطق والعقل والقيم والمبادئ الانسانيه. وكما قال الامين العام يعني خلال مؤتمر الصحفي الاسبوع الماضي، هي طبعا ازمه انسانيه في غزه، ولكن بالمعنى الصحيح هي ازمه في الانسانيه. هناك يعني كما تفضلت قتل لابرياء، هجم لبنيه تحتيه، هناك تجويع لمئات الآلاف، تشريد لمئات الآلاف، يعني نصف القتلى كما تفضلت حضرتك من تقريبا الأطفال، وكذلك يعني عدد يشابه أو يقارب منهم من النساء، بالإضافة إلى يعني كذلك 70% من المصابين من النساء والأطفال، 50% من الذين يعني تحت الأنقاض، تقريبا 2700 منهم 1500 من الأطفال. فالوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة أستاذ يوسف في قطاع غزة. طب دكتور أحمد، يعني يمكن المعلن من أرقام هو أرقام حتى مبنية على الجثامين التي وجدت للشهداء الفلسطينيين، ماذا عن أرقام المفقودين الموجودين تحت الحطام وتحت الركام؟ هل لديكم أي حصر كمنظمة بهذه الأرقام؟ والله على حسب آخر الإحصائيات التي وصلت إليها اليوم، يوجد ما يقارب من 2700 مفقود تحت الأنقاض، منهم 1500 شخص أو 1050 منهم من الأطفال. وطبعا يعني أنا كما تفضلت أتوقع هذه أرقام تقديرية، العدد بلا شك يعني يزيد عن هذا الرقم.